فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول السائل: بعض الناس يشربون الماء الحار يزعمون أن فيه فوائد للجسم، فهل فعلهم هذا يكون فيه تشبه بحال أصحاب الشمال؟ يسألون الأطباء عن ذلك، يسألون الأطباء عن ذلك، إذا قرروا لهم ماء حار من باب العلاج فهم أهل الفن وأهل الخبرة. نعم.